غنشوفوا مع الاساتذه الشق القانوني. مشاهدينا الكرام، معنا الاستاذ عزيز المنصوري، غادي نشوفوا معاه بحكم هو الاستاذ اللي متبع الملف الاول. استاذ، حاليا تبحثون عن الصلح انه يدير تنازل لهذه الدعوه، كيفاش كتشوف الموضوع في التشنج بين هذه العائله؟ وماشي قصه عاديه، لانه يوتيوبر عندهم قناه مليونيه، الراي العام متبع هذه القصه، كيفاش كتشوفها استاذ في الشق القانوني؟ نعم سي، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنرحب بالضيوف ديالي الكرام، الاستاذ عبد الفتاح جهراش، قناه مغارب نيوز، الموكل ديالي يونس، والطاقم الصحفي باكمله، وتنرحب بالمشاهدين والمتتبعين ديال القناه والمحبين ديالها. اولا تنعبر على واحد السعاده ديالي هذا النهار هذا بهذا الخبر هذا ديال الصلح ما بين يونس والزوجه ديالو سميره، اللي هو كما قلت لكم خبر سعيد. وحنا يعني كدفاع ما علينا الا النهو بهذه المبادره هذه ديال الصلح بين الطرفين، وما علينا غير ندافع عليها. وهذا هو الرغبه ديالنا كانت من الاول، قبل كاع يعني قبل ما تفتح الملف وقبل ما تدار الدعوه وقبل ما تبدا الاجراءات، تنمشيو في هذه المساله ديال الصلح وتنحاولوا ما امكنك ما يتوفقوا يعني قبل ما يوجهوا المحكمه وداك الشيء. والحمد لله فوق ما جا الصلح مزيان، يعني هذه المساله الصلح تنمشيو فيها وتنأكدوها ونمشيو فيها ان شاء الله لبعد ماذا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، استاذ زراش حتى هو في الملف، اتصال بطبيعه الحال من يونس. استاذ زراش في اطار الدعم والمساعده بين الساده المحامون، غادي نشوفوا معاه مجموعه من النقاط في هذا الملف. استاذ زراش شخصيه معروفه عندنا ما نقولوا. دابا بغيت نفهم استاذ، هذا الملف خدا واحد بعد كبير وفيه قناة مليونية مشهورة، الرأي العام تبعوا تصدع نوعية الملف في الأصل وطلاق أو شيء من هذا القبيل بسيط، ولكن خدا اتجاهات أخرى فيها جناح فيها. كيفاش كتشوف أنت من يتصل بك يونس وجال عندك على أساس المؤازرة مع الأستاذ عزيز في هذا الملف، وحاليا جيتوا بوادر الصلح، كيفاش كتشوف هذا الملف؟ أولا بغيت نشكر مغرب نيوز على الانتقال ديالها إلى مدينة أزرو وباش تاسيستي في هذا اللقاء هذا في مكتب الزميل الاستاذ عزيز المنصوري، مشكور من هيئه مكناس، اللي اولا شخصيا تنتوجه له بالشكر والتقدير والعرفان والامتنان المهني، لانه قبل باش نوب الى جانبه، وبطبيعه الحال تم التواصل معه قبل في اطار التقاليد والاعراف المهنيه اللي كتحكم مهنه المحاماه، ولم يتردد قضاء ملافي ان انضم الى هيئه الدفاع الى جانبه. وبطبيعه الحال لما زارني الموكل في المكتب طرح معايا دو فولي في القضيه ديالو، كاين ان فولي اللي هو بينال كونسيرنون داك يعني المسائل اللي عبر لك عليها من خلال واحد المجموعه من الامور اللي تمات فيها اساءه وقذف وتشهير به وبالاسره ديالو وبالوالدين ديالو وتوظيف الابناء كذلك، لان الاتفاقيه ديال حقوق الطفل كتجرم اي توظيف للابناء في الاعلام دون اخذ رضا والديهم. وبطبيعه الحال تكلم معايا على الشق اللي هو سوسيال، الشق اللي هو بينال مديوره فيه واحد المسطره، من بعد لما نفعلوها وتاخذ المجرى ديالها القضائي غنخبركم بها. فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، يعني اولا كما قال الزميل المحترم الاستاذ عزيز المنصوري، اول شيء حنايا كمحامون عندنا في النظام ديالنا اللي كيأثر الحياه المهنيه ديالنا اللي هو القانون المنظم المهنة، هو انه اول شيء تنعرضوه على الطرف اللي كيعرض علينا القضيه ديالو هو قضيه الصلح. الصلح وخاصه في هذه المادة اللي هي مرتبطة بالجانب الأسري. وقلت له دي أنا في نظري المتواضع أنت طلبتي الطلاق، واش ما كاينش شي إمكانية ديال العدول على هذا الطلاق برمته، وخاصة أنت عندك أربعة ديال الوليدات وتجمع الشمل، وكما حكى لكم وحكى لي وحكى لي أمور أخرى، كاين واحد الكفاح مرير لا هو ولا ديك المرأة الطيبة الزوجة ديالو السيدة سميرة. فيعني واتصلت بالزميل فلقيتو حتى هو متحمس، واللي زاد شجعني اكثر هو الاستجواب اللي عقدتوه مع الزميله الاستاذه المحترمه من هيئه فاس الدفاع ديالها الاستاذه بشرى العلوي المدغري،
زميلتنا بنقابة المحامين فاس، واللي إن شاء الله يعني كنظن اليوم غادي نتواصلوا مع أنا والأستاذ المنصوري وغادي نبدأ في هذه المسطرة هذه ديال الصلح، وحنا للتعبير عن حسن النية ديال الموكل ديالنا هو كان بغي نخبركم ومن خلالكم الرأي العام هو أنه وضع حد لهذه المسطرة ديال الطلاق، ماشي تطلق الشقيق، الطلاق، لأن ما كيديروا الزوج كيكون طلاق وما كيديروا الزوجة تطلق الشقيق. وكنظن وراه قلتيها الأخ يوسف المحترم في هذا الباب وقالها الأستاذ ونأكد عليها، الصلح خير، وكنقول إذا جنحوا للصلح فاجنحوا له. وتنظن أنه المصلحة الفضلى للأطفال والمصلحة الفضلى للأسرة هو الحفاظ عليها، حتى القضاء وحتى العمل القضائي وحتى ما تقوم به المنظمات النسائية والحركة الحقوقية اللي كتعتني بهذه المواضيع هذه، كل ما لقوا السداد والصلح ما بين المرأة والرجل وتجمع الشمل ديالهم كل ما هو أفضل للمجتمع، وكل ما كان نقصوا واحد العبء القضاء. أستاذ زراش، بحكم قبل ما تكون محامي أنت اجتماعي سيونس ماشي عنده الدعوة الأولى ولا الثانية، أنت بديتي خطوة إيجابية، قلتي لي مال الصلح في إطار الوليدات، بقتي مصلحة الفضلة في القانون، شيء رائع. نصحك النصح ديالك أنت أستاذ اليونس، لأن دي مشي للمرة الأولى ولا الثانية باش تجمع الشمل ديال العائلة. أنا كنضم صوتي صوت زميلي الأستاذ المنصوري، وفي الحقيقة هو يونس حنا لقينا عنده القابلية، هو براسو هو مستعد باش يطفي هذا الغضب، وكيبغي السيدة ديالو وكيبغي وليداته. إذن كل ما تطرح في السوشيال ميديا غادي يبقى من التاريخ، وأنا كنظن حتى ما تعرض له من إساءة ومن تنكيل سيتم التجاوز ديالو. شكرا لك سيدي، شكرا لك أستاذ عزيز، شكرا لك سيون، شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه خطوة إيجابية، سادة المحامون غادي يناقشوا مع الأستاذة بوشرى اللي بطبيعة الحال هي اللي كتنوب في الملف على سميرة، وسميرة هي صاحبة القرار في الأخير. حاليا غادي ينتقلوا للمحكمة من أجل تنازل على الدعوة اللي قدم يونس، مجموعة من الأسئلة تطرح في الرأي العام وضفناها مع يونس، والقرار في الأخير بيد السادة المحامون في إطار شي صلح إلى وفقت فيه المعنية بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على الملف وسوف نوافيكم بآخر مستجدات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.